تحية لكم مشاهدينا الكرام، حلقة جديدة من واجهة الصحافة وملف جديد نطرحه للنقاش في هذه الحلقة، وهي دخول مصر خريطة إنتاج الذهب العالمية وفرص الاستثمار الواعدة في هذا المجال. ربما قبل 10 سنوات لم يكن لمصر وجود على خريطة الذهب العالمية، لكن الأرقام الرسمية الصادرة مؤخرا عززت من وجود مصر وصعود صناعة الذهب في مصر بسبب القفزة الهائلة التي شهدتها هذه الصناعة مؤخرا، وأيضا الإصلاحات الواسعة التي قامت بها مصر في مجال التعدين، وما قامت به الحكومة أيضا من إقرار لقانون أو تعديلات على قانون الثروة المعدنية مطلع هذا العام، وما فتح أفاق أكثر رحابة للاستثمار في هذا المجال. بلغة الأرقام، صادرات الذهب والحلي والأحجار الكريمة سجلت زيادة قدرها 76% خلال 9 أشهر الأولى من عام 2020، بعدما وصلت إلى 2.4 مليار دولار مقابل 1.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بحسب المجلس التصديري لمواد البناء. أيضا وفقا لتقرير رسمي، تم تصدير خامات الذهب والحلي والأحجار الكريمة لنحو 32 دولة خلال 9 أشهر الأولى من عام 2020، من بينها 5 دول جديدة، ولم يتم التصدير لها خلال الفترة من يناير لسبتمبر من العام الماضي. إذن نطرح هذا الموضوع للتحليل والنقاش مع ضيفنا الدكتور طلعت محمد ميز، أستاذ فيزياء المواد بكلية العلوم بجامعة طنطا. بنرحب بك يا دكتور. أهلا وسهلا بك وأهلا بالسادة المشاهدين. فاصل قصير مشاهدينا وبعد في حوارنا، انتظرونا. مرحبا بحضراتكم مرة تانية، وبنبدأ حوارنا مع ضيفنا. ويمكن في طفرة حصلت في صناعة الذهب، في إنتاج واستخراج الذهب، شايف هذه الطفرة إزاي من وجهة نظرك كمتخصص في فيزياء المواد؟ الحقيقة دي سياسة الدولة دلوقتي أو استراتيجية الدولة، إنها بتحول الحاجة اللي احنا كنا شايفينها إنها عيب لميزة. يعني استغلال الفرص، بمعنى كان اي حد بيتكلم يقول ان مصر صحراويه. تمام. احنا ما كنا قاصين بس للجزء الزراعي، ونقول 94% او اكتر صحراوي، في حين ان الصحراء دي هي الثروه اللي موجوده. فاتجاه الدوله دلوقتي انك انت تستغل الثروات اللي موجوده، الثروات المعدنيه الموجوده. طيب كمان عشان تستغل الثروه دي لازم تبقى الخريطه واضحه قدامك. فالنهارده الاستراتيجيه اني وتم اتخاذ اجراءات او قوانين ان ممنوع تصدير اي ماده خام. نعم. يبقى لازم على الاقل تبقى نصف مصنعه او مصنعه بالكامل، لانك انت كده بتعمل حاجتين، بتزود القيمه بتاعتها الحاجه اللي انت هتصدرها برقم، لا هتضاعف قيمه التصدير، والحاجه الثانيه ان انت هتشغل ايادي عامله في هذا المجال. كمان يبقى كمان ممكن لما شفنا صعوبات وقت كورونا، ايه الحاجتين اللي كانوا شغالين؟ اللي هو الصناعه والزراعه. لكن مثلا حاجه زي السياحه، كل الحاجات اللي هي الخدمات اللي كانت بتدخل لنا فلوس توقفت او قلت بدرجه صحيح. كبيره. فاصبح النهارده استراتيجيه الدوله ان لا، شوف بقى الحاجات اللي هي هتبقى اقل تاثر بالعوامل الايه الخارجيه، او ما يطلق عليه الميجا بروجكت. يبقى المؤثرات الخارجية الكبيرة ما تأثرش علينا كدولة. فدي من الحاجات اللي هي في التعدين عموما بصفة عامة، وخصوصا الذهب. والذهب بصفة خاصة ليه؟ لأنه له خاصية خاصة، اللي هو ده بديل النقد ببساطة. يعني احنا عندنا مشكلة في الدولار والاحتياط الدولاري، لا، مصر خدت استراتيجية برضه ان يبقى عندي احتياطي ذهبي. يبقى الاحتياط الذهب قيمته مش هتقل، ده قيمته بتزيد مع الوقت. يعني اللي انت جمعته في سنة، لا، ده هو بينمو وبيزيد السعر بتاعه. وشفنا مؤخرا أسعار الذهب ازاي هي بتقفز. فانت صحيح. لو عندك غطاء ذهبي أو عندك احتياطي ذهب أكتر، هيبقى أفضل من أنه احتياطي بالدولار نفسه. نعم. فدي الاستراتيجية الدولة النهاردة، أن لا، ان قطاع التعدين بصفه عامه وقطاع الذهب بصفه خاصه، ايه الاجراءات؟ يبقى في خريطه واضحه. طيب ايه برضو الاجراءات التانية؟
النهاردة استفيد من الإمكانيات التكنولوجية المتاحة. النهاردة عندنا هيئة الاستشعار عن بعد، هيئة الفضاء والاستشعار عن بعد، مع الأماكن الخبرات اللي هي موجودة، اللي هي بتتمثل في مراكز البحوث، بتتمثل في معهد الفلزات، بتتمثل في أقسام الجيولوجيا على مستوى كليات العلوم في جمهورية مصر، اللي هم على الأقل 16 كلية عامة بخلاف الكليات العلوم اللي هي في الايه او الاقسام اللي هي في الجامعات اللي ايه تمام. الخاصة. طيب هنتوقف عند هذا الجزء وحنعاود الحوار مرة اخرى لكن بعد متابعة هذا التقرير. تكثف مصر جهودها لزيادة الاستثمارات الموجهة الى قطاع التعدين والذهب بشكل خاص، حيث تستهدف استثمار مليار دولار في قطاع التعدين بحلول عام 2030. تعزيز نمو احتياطي مصر من الذهب أصبح توجها استراتيجيا للدولة من شأنه دعم العملة المحلية مقابل التقلبات الاقتصادية الراهنة. كذلك فإن نمو احتياطي الذهب يمثل حائط الصد للاقتصاد المصري الذي تسعى الدولة المصرية إلى التحوط به. وفي هذا الإطار جاء بدء تجارب تشغيل الإنتاج التجاري للذهب من موقع إيقاد بجنوب مصر الذي تقدر احتياطياته بحوالي 1.2 مليون أوقية من الذهب، وتبلغ نسبة الاستخلاص فيه 95%، وتعتبر من أعلى نسب الاستخلاص. وتسعى مصر إلى زيادة حجم الإنتاج المحلي من مناجم الذهب فضلا عن طرح مناقصات عالمية للتنقيب عن الذهب، كما تم الانتهاء من تطوير معمل هيئة الثروة المعدنية في مدينة مرسى علم لخدمة الأنشطة التعدينية بالصحراء الشرقية، وكذلك خدمة البعثات الجيولوجية بالمنطقة من أجل تعظيم واستغلال الثروات التعدينية وزيادة مساهمتها في الاقتصاد القومي. ومع استغلال مصر لجميع المناجم بها ستصبح من أكبر الدول المنتجة للذهب خلال السنوات المقبلة، خاصة وأن الذهب المستخرج من المناجم المصرية يتميز بدرجة نقاوة عالية. برحب بحضراتكم مرة تانية وبنواصل حوارنا مع ضيفنا الدكتور طلعت محمد ميز، أستاذ فيزياء المواد بكلية العلوم بجامعة طنطا. يعني الحقيقة بلغة الأرقام الرسمية، صادرات الذهب والحلية والأحجار الكريمة شهدت زيادة قدرها 76% خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023، بعدما وصلت إلى 2.4 مليار دولار مقابل 1.3 مليار خلال نفس الفترة من العام اللي قبله. أيضا دول جديدة تم التصدير لها مؤخرا من هي كرواتيا، التشيك، النمسا، مدغشقر، كوريا الجنوبية، أضيفوا إلى قائمة فيها 32 دولة كان بيتم التصدير لها من قبل. إذن هناك توسع، هناك زيادة في فتح الأسواق التصديرية إلى الخارج. شايف بلغة الأرقام ده مردوده إيه وانعكاسه أيضا على السوق المحلي؟ هو ده طبعا نتيجة لأن الإجراءات اللي هي أخدتها الدولة في هذا الاتجاه. تمام. إن أنت أولا يعني منجم السكري عمل طفرة، يعني لما بدأ الإنتاج بتاعه عمل طفرة في الإنتاج. بالإضافة النهاردة إن أنت بدأت تدخل عمليات التصنيع وبدأت تعتني يعني كان الأول قديما نقدر نقول إن صناعة الذهب كانت متوارثة، فكل واحد كان بيعلم ابنه فكانت هي عائلات. بس النهارده مع النظم الجديده في عمليات التشغيل، وبقيت تسمع دلوقتي عن ده مشغول بالليزر، ده شغل ليزر، ده شغل كذا، فهنا القصه القديمه اللي كانت متوارثه اصبح فيه جديد. نعم. فالنهارده اصبح ان انت بتعتني بالعاملين او الفنيين في هذا الايه في هذا المجال. فذلك كانت مشكله ايه عندنا، ان كان المشغولات الذهبيه بالذات، المشغولات الماده الخام انت هتصدرها او السبائك هتصدرها ما فيهاش مشكله، ودي كانت في البدايه كانت معظم التصدير من الايه من السبائك. لكن المشغولات هي كانت عندنا مشكله فيها. ليه؟ لان الاذواق مختلفه، يعني الاذواق في مصر غير الدول الاوروبيه، غير الدول الافريقيه، غير الدول الشرق الاوسط عموما. فانت هنا ما بدات تدخل التكنولوجيا الجديده واصبح عندك فنيين مدربين، وكل ما تتوسع في عمليات التدريب دي بحيث ان بتقدر تشتغل بالتقنيات الجديده اللي هي تقنيه الحفر بالليزر وكده، فتقدر
تواكب الأجواء العالمية. فبقى يعني بقت القصة بالنسبة لك أنه كل ما تواكب الأجواء هتفتح أسواق، هتسوق تفتح أسواق جديدة. فعلينا بقى أن احنا ندرس هذه، يعني ندرس الأسواق دي بحيث نقدر نزود كميات كميات التصدير. نعم، والمصريين الحقيقة بارعين في استخراج الذهب منذ أيام المصريين القدماء، يعني الحقيقة ده يعني أقول لك حاجة هنا يعني يمكن الناس هتستغرب لها. احنا يعني الذهب المصريين استخرجوه واستخدموه بأوجه مختلفة. صحيح. بمعنى بألوان مختلفة. اللي هو ما نطلق عليه النهاردة في علوم المواد المواد النانومترية، هم استخدموها بس ما كانوش يعرفوا ان دي نانومترية. أو الله أعلم جايز يكونوا عرفوا، لأن الألوان اللي انت بتشوفها على المسكات بتاعة الذهب بتاعة الفراعين وكده هي كلها ذهب، ولكن ألوان مختلفة لأن هم قدروا يوصلوا ان يصنعوا جزيئات مختلفة الحجوم، وكل جزء مختلف الحجم من نفس المادة فبيدي لون مختلف. فهم من 3000 سنة قبل الميلاد يعني توصلوا لهذه الصناعة. تمام. طيب خلينا نتكلم كمان عن التعديلات الأخيرة في قانون الثروة المعدنية، إزاي أخذت في حسبانها آخر المستجدات في صناعة التعدين على مستوى العالم، إزاي أيضا أنها أعطت دفعة جديدة لمستقبل صناعة التعدين في مصر. هو هنا الصناع والناس اللي هم واخدين امتيازات في المناطق كان بيبقى عندهم مشكلة. يعني من أكبر المشاكل إن هو بيربط الاستكشاف بالإنتاج. أنا ممكن أعمل استكشاف بس الإنتاج بيبقى غير اقتصادي. صحيح. فعملية الربط دي كانت بتبقى عاملة مشكلة. لكن في حصل تعديلات أكتر من مرة في 2014 2018 وأخيرا حصل تعديلات، فبدأت الدولة تاخد رأي الناس الستيك هولدرز، كل الناس المشتغلين سواء تجار سواء صناع سواء يعني ناس هتاخد امتيازات، فبدأوا يستمعوا ليهم وشوفوا ايه المشاكل. فبدأوا على سبيل المثال فصل ما بين موضوع ان انا ادي لك حقوق استكشاف ومربطهاش بعملية الايه بعملية الانتاج، لان لو هو لقى ان الموضوع ده اقتصادي هينتج، ما لقاهوش اقتصادي مش هينتج، يبقى ما اصبح. ثانيا ان دي خلت عملية التوقيت نفسه تقل، بمعنى هو كان هيستنى توقيتات اخذ الموافقات، لان في موافقات بيئية وفي موافقات امنية وبرضه المرتبطة القوانين بالانتاج والاستكشاف، فكل دي اصبح في تسهيلات جديدة. ما زال بعض العوائق، لكن الجميل ان الدولة بتسمع للناس دي وفي فيدباك بيرجع، في تغذية راجعة منهم ليه وبيعدلوا في القوانين، والدولة مش بتغمى عينيها دلوقتي ايه المشكلة وكل مشكلة لها حل. تطور صناعة الذهب في مصر هل اصبح فعلا بيواكب التطور اللي حصل على مستوى العالم؟ يعني الحقيقة في ماكينات تصنيع طبعا دلوقتي حديثة بتدي أشكال مختلفة ونماذج مختلفة بتطوع الذهب بشكل يناسب ذوق المستهلك العصري، شايف أنه مصر وصلت إزاي في هذا المجال؟ هو هنا الحقيقة مش بس في المجال ده بس يعني ندي القصة زي ما قلنا في الأول، أن أنت عشان تقدر تصدر هات لي حاجة على ذوقي يعني. صح. وممكن تعدل فيها وتعمل حاجة جديدة، بس في البداية عشان تقدر تدخل السوق لازم تبقى على ذوقي. دي مثلا مصر حلتها في مجال مثلا اللي احنا يعني متميزين فيه، مجال المنسوجات. فبدأوا بيجيب ناس أوروبيين يضبط الجودة ويضبط الأذواق اللي هو عايزها. فهي نفس القصة هنا لو طبقناها في الذهب، وفعلا بدأوا يطبقوها جزئيا في الذهب. ومع التوسع في هذا الأمر ان انت شوف الأذواق الخارجية ايه، وانت النهاردة ما بقتش تشتغل بالإيد، بقى الإيد هتبقى حاجات بسيطة للناس اللي عايزين الحاجة اللي هي يدوي وكده. لكن انت النهارده دخلت تكنولوجيا الليزر في عمليات التصنيع، وتكنولوجيا الليزر ببساطه يبقى انت هتدرب الفنيين بتوعك على استخدام هذه الاجهزه، فانت اي رسمه هتحطها هتطلع باستخدام ماكينات الليزر في اي شكل انت عايزه بتصممه هيطلع لك في الجانب الاخر. ده في حاجات كتير منها طبعا الذهب، لكن يعني كمصر استخدموها في حاجات تانية أخرى كمان لا ذات عائد اقتصادي يعني. طيب الحقيقة أنه استراتيجية الدولة حتى عام 2035 بتستهدف مساهمة الثروة المعدنية بنسبة 5% من الدخل القومي. شايف آليات هذه الاستراتيجية إيه؟ إزاي يتم تحقيق هذا الهدف والتحديات أيضا اللي بتواجه ده؟
ده يمكن زي ما اتكلمنا في البدايه عن الاستراتيجيه الدوله، ان انت خدت قوانين وحددت اتجاهات انا ماشي فيها. فانت خدت قوانين زي ما قلنا في الاول ان ما فيش اي تصدير لاي ماده خام. نعم. فده قانون خلاص اتحط، يبقى انت حميت الثروه من ان هي ايه يعني تطلع رخيصه قوي يعني. او تاني حاجه ان ما بقتش استنى المستثمر الاجنبي يجي يقول لي انا عايز اعمل كذا. لا، ده انت حطيت خريطه استثماريه وخريطه في كل المجالات وفي مجال الثروه المعدنيه بالتحديد. نعم. لان انت زي ما قلنا ان الحاجتين اللي ما هم وقت كورونا ما حصلش فيهم مشاكل هي الزراعه والصناعه، دول اللي ما حصلش فيه. فدي ادتنا خبره النهارده. يبقى انت من الاول خالص حطيت استراتيجيه، ايه المعادن اللي هستخرجها، انا عايز منها ايه، ايه اهدافي منها. زي ما شفنا الرمال البيضاء، الرمال السوداء، الكاولين كذا كذا، القصدير الرصاص، كل المنتجات اللي عندك اللي هي ليك ميزه تنافسيه فيها وليك ميزه اقتصاديه، فانت حطيت خريطه وانت بتعرضها على المستثمر. لو عايز تستثمر ادي المجالات اللي انا عايزها، وادي التارجت بتاعي، وادي اهدافي اللي انا عايز اوصل لها، لو انت قادر تساعدني في ده اهلا وسهلا. لكن كان الاول بيجي لنا المستثمر انا عايز اشتغل في كذا، فممكن ده اللي هيتفق مع استراتيجيه الدوله ان صحيح. هي عايزه تتوسع في ايه، يجي يعمل لنا مثلا، مش ضد الحاجه دي، بس يجي يعمل لنا مصنع شوكولاته ومصنع بسكويت. لا، انا دلوقتي محدد الاتجاه اللي الدوله عايزاه، عايزه تستثمر في ايه، عايزه تتوسع في ايه. فانت حاطط خريطه استثماريه وحاطط الاهداف، فاللي جاي عارف. وكمان حاطط المحفزات انا هقدر اقدم لك ايه. كمان من الحاجات يمكن اللي الناس كانت بتاخدها على الدوله ولكن هي ميزه هنا، اللي هي عمليه الطرق، وخاصه الطرق العرضيه اللي هي بتشق الصحراء دلوقتي الشرقيه والغربيه. فالطرق العرضيه اللي هي تمت، المحاور اللي هي على النيل، يمكن الناس مش واخده بالها ان دي بتساعد في كل الصناعات وبما فيها الدهب ايضا. ان انت المحاور دي خلاص، فبقت عمليه الوصول للمناطق اللي فيها الذهب بقت سهله، لان من احد الصعوبات ان كل المناجم دي في مناطق ايه، في مناطق صحراويه. ومننساش برضو الفراعنه عملوا حاجه، يمكن اقول حاجه يمكن مش كتير يعرفوها، ان في طريق الحجاج القديم، في على طريق الحجاج اللي هو ما بين النيل وما بين سفاجه، فكنت رايح هناك بالصدفه، كنا رايحين مرسى علم وكنا رايحين نزور المنجم السكري، فلقيت كده بير اسمه حمام كليوباترا. فانا استغربت بصراحه، سالت حمام كليوباترا وايه اللي جابها في الحته الصحراء دي؟ فقالوا لا، المنجم الذهب اهو، والحمام ده عباره عن ايه؟ عباره عن بير تنزل له 115 درجه تحت الايه؟ تحت الارض. فهم من زمان المصريين شغوفين بالايه؟ باستخراج الذهب، وعملوا الطرق للحكايه دي، فاحنا النهارده بنزودها. يعني فالطرق العرضيه اللي اتعملت والطرق الطوليه المخطط عملها دي جزء من اللي احنا اللي خلت الشركات او المستثمرين يجوا، لان النهارده عمليه النقل وعمليه الحركه بقت سهله. صحيح. طيب احنا معانا على التليفون استاذ ايهاب واصف، رئيس شعبه صناعه الذهب والمعادن للثمينه والتعدين. بنرحب بيك يا استاذ ايهاب. اهلا وسهلا. لو بنتكلم عن صناعه الذهب، شايف تطور هذه الصناعه في مصر ازاي في الفترة الأخيرة؟ لا، هو الحمد لله احنا كقطاع صناعي احنا واصلين لمرحلة كويسة، يمكن واصلين لمرحلة نقدر نقول عليها عالمية. النهاردة احنا عندنا تطور الانتاج عندنا بقى مواكب لأحدث التكنولوجيا في العالم، بقينا بنستخدم أحدث الماكينات، بقينا واصلين للفينشنج اللي بتلاقيه حضرتك من أعظم الدول في العالم بتقدر توصل له، احنا هنا واصلين له في مصر في المنتج المحلي. وده كان بمجهود، يعني نقول مجهود المصنعين في مصر في تطوير نفسهم وتطوير صناعتهم، وكمان بالمنافسه ما بين المصنعين وبعضهم. تمام. طيب الفرق ما بين تصدير الذهب كخام وتصديره كمشغولات، ايهما يعني اكثر عائدا على الدوله؟ لا، هو طبيعي انا لما بصدر المشغول انا بحط قيمه مضافه على الخام اللي موجود عندي. القيمه المضافه اللي بقى انا بحطها عندي هي عباره عن ان انا بصدر منتج نهائي، بحط مصر على خريطه العالم الانتاجيه او الصناعيه،
بوظف عماله زياده، لا ليها فوائد، بدلنا على الدوله كمان عمله صعبه، بدخل القيمه المضافه بتاعتي كعمله صعبه، ده في حال ان انا استرديت المصدر من الخام مقابل خام، او في حاله ان انا اكون بسترد حصيله التصدير بتاعتي دولاريه كامله، دي برضه بيضاف عليها القيمه المضافه اللي هي التشغيل بتاع المعدن نفسه. تمام. ما يتعلق ايضا بخطط الدوله لانشاء مدينه خاصه بالذهب في العبور، اهميه ده ايه وانعكاسه على قطاع الثروه المعدنيه بشكل عام في مصر؟ هو طبيعي فكره اقامه مدينه الذهب هي فكره الرئيس، لانه احنا كقطاع، احنا قطاع هام، يعتبر قطاع اقتصادي هام للدوله. الفكره كلها بتكمن ان احنا بنحط المصانع والورش الصغيره في مربع واحد، انه احنا بنقدر نتعاون مع بعض صناعيا، بنكون في منطقه صناعيه كامله متكامله خاصه بالقطاع، زي ما اتكلمنا ان احنا قلنا ان احنا مصر عايزين نحطها على خريطه العالم. يمكن مصر تنزلها عالميا النهارده متاخر في التصدير، وده بسبب المشكلتين عندنا. ولكن النهارده احنا لما يكون عندنا مدينه ذهب هتبقى نقدر نقول عليه سياحه تسويقيه، هنقدر نجذب بيها سياحه تسويقيه، هنقدر ان احنا نطور بيها الانتاج بطريقه سريعه، هنقدر ان احنا نوصل لنقطه كويسه في النقطه اللي احنا بنهدف لها كشعبه، في ان احنا نحط مصر في المكتبه اللي تليق بيها عالميا في تصدير المشغولات الذهبيه. تمام. هذه المدينة حتتضمن 400 ورشة فنية لإنتاج الذهب، 150 ورشة أخرى تعليمية، ومدرسة تعليمية كبيرة. يعني أهمية وجود مدرسة خاصة بتعليم صناعة الذهب، وبالفعل بدأت باستقبال الدفعة الأولى في العام الدراسي 2019-2020. شايف إزاي أهمية أن احنا ندرب كوادر عمالة فنية في هذا القطاع؟ لا، هو مهم ان احنا ندخل، يعني احنا عندنا الحرف اليدويه ما شاء الله، مصر فيها حرف يدويه كويسه، وعندنا القطاع الانتاجي عندنا فيه عماله الحمد لله كويسه، وتقدر تنتج المنتج زي ما قلت لحضرتك بالعالميه. ولكن احنا من حابين ان احنا ندخل العلم شويه في الطبيعه الانتاجيه بتاعتنا، بحيث ان احنا ممكن نسرع بيه عمليه عجله الانتاج، ممكن نطور بيه نفسنا صناعيا انتاجيا. هنستفاد استفادات كثيره لما ندخل التعليم الحرفي على الصناعه عندنا. وطبيعي نعم. احنا كمصر يمكن ما عندناش اي مدرسه متخصصه او معهد متخصص لتعليم الصياغه، وان كنا بنلاقي في بعض الدول الكبيره في صناعه الذهب والمجوهرات عندهم الدراسة لصناعة الذهب والمجوهرات، وتعتبر شهادة كبرى كمان. يعني نقدر نلاقي إن إحنا في معاهد بتدي شهادة للدراسة بعد 4 سنوات، والدراسة دي دراسة في صياغة الذهب أو تصنيع الذهب أو تصميم الذهب والمجوهرات، طب الطبيعي بوجه عام بالمعالم كلها. تمام. التحديات اللي بتواجه صناعة الذهب من وجهة نظرك إيه؟ التصدير ثم التصدير ثم التصدير. احنا يعني عندنا التحدي الاكبر اللي احنا بنلاقيه في الفتره الحاليه هو ان احنا كمصانع عايزين نوصل لمرحله متقدمه. يمكن ده هدف الشعبه، حاطينه صوب اعيننا ان احنا عايزين نوصل لمرحله متقدمه في او نحط مصر في المكتبه اللي تليق بيها. عندنا تحديات في التصدير، بنسعى ان احنا نزيل المعوقات اللي عندنا، وبنسعى ان احنا نسوق للمنتج المصري عالميا. بعتبر ان وجودنا في معرض في مصر ده حاجه مهمه بالنسبه لنا، ولكن احنا لازم نسوق للمنتج عالميا، مش نسوق ليه محليا فقط. طب يعني شايف نقطه التسويق دي مين المنوط بيها؟ يعني شعبة صناعة الذهب، اتحاد الغرف التجارية، الدولة، التنسيق بينكم ازاي للارتقاء بهذا الجانب وبالصناعة نفسها ككل؟ هو في الأول
احنا بنقول ان بس عندنا بعض البيروقراطيه في الطبيعه التصديريه لمشغول الذهب، لانه دي طبيعه خاصه ومش اي حد بيفهمها. فاحنا كشعب صناعه بنحاول نتواصل مع الاجهزه المختلفه من الدوله على اساس ان احنا المعوقات او نشرح لهم الطريقه المثلى او المتبعه في بعض الدول الاخرى في تصدير المجهولات الذهبيه. ففي تواصل في الفتره الاخيره ما بيننا وما بين الجهات المعنيه في تصدير المجهولات، محتاجين بس السرعه في الاداء، سرعه في اتخاذ القرار، التحول السريع ده هيحركنا اسرع. الدور الباقي علينا احنا كمصنعين او كشعبه صناعه ان احنا نسوق للمنتج في الخارج، سواء ان احنا بنعرض في معارض خارجيه، بناخد المشغولات بتاعتنا المنتج المحلي بتاعنا للعرض والاعاده مره ثانيه، بنعرض المنتجات بتاعتنا خارجيا في الدول اللي احنا شايفين ان الاسواق بتاعتها مستهدفه لينا. في بعض الاسواق من افريقيا احنا لازم نجيبهم عندنا مصر، ان هم يجوا يزورونا في مصر، يزوروا مصانعنا، لانه اسواق واعده، اسواق بالنسبه لنا مهمه، اسواق احنا في اتفاقيات ما بيننا وما بينهم ان هم يقدروا يستوردوا من عندنا بدون ما يدفعوا جمارك في بلادهم. كل الاسواق دي مستهدفه عندنا، يعني احنا بنتكلم منطقه الشرق الاوسط، منطقه افريقيا، وبعض الدول الاوروبيه كمان مستهدفه بالنسبه لنا. اعتقد ان احنا نقدر نخش على الاسواق دي، وطبيعي السوق الخليجي طبعا، نقدر نخش على الاسواق دي بطريقه سريعه، نقدر نسوق للمنتج بسرعه، ونقدر نوصل للمستهدف بالنسبه لنا. احنا اوريدي ابتدينا تصدير، بس عجله التصدير مش دايره بالسرعه اللي احنا المفروض نكون عليها. طبيعي انا زي ما وضحت لحضرتك ان في بعض المعوقات ولازم يكون في سرعه قدامها في اتخاذ القرارات من الاجهزه المعنيه. يمكن يعني المصريين من أوائل الحضارات أو الشعوب في العالم اللي عرفت استخراج وصناعة الذهب، وموجود في مقابر ملوك الفراعنة شاهد على ذلك. يعني أهمية أن احنا نكون رواد في هذا المجال ده أمر احنا بنستحقه لحضاراتنا وتاريخنا. اللي بينقصنا علشان نوصل لده؟ لا ينقصنا أي شيء أبدا، سوى انه متخذ القرار يكون فاهم في القطاع، فاهم في مشاكل القطاع، ويكون عنده سرعه في الاداء فقط لا غير. تمام، بشكرك استاذ ايهاب واصف، رئيس شعبه صناعه الذهب والمعادن الثمينه والتعدين. هل ليك اي تعليق على النقط اللي كان فيها استاذ ايهاب؟ الحقيقه في يعني مدينه الذهب عايز اضيف بس حاجه اللي اضافه استاذنا الفاضل، ان زي ما انت عامل هب دلوقتي للغاز، فانت ممكن تبقى هب للذهب، لان انت كان الذهب عندك بيطلع بدرجه معينه مثلا 95 او كده، كنت بتوديه كندا عشان ترفع النسبه بتاعته. فانت النهارده في مدينه الذهب انت مش محتاج تودي كندا، فانت هتعمله عندك هنا كمان. ده اللي هيبقى المكان الوحيد تقريبا في الشرق الاوسط، فانت انتاج الذهب من الدول المحيطه بيك، فانت هتبقى منطقه جذب بدل ما هم بيودوا كندا او اي دوله تانية. لا، انت هتبقى هب، وانت لما كنت بتودي بتاخد نسبه من اللي انت بتبعته. فانت هنا بمعنى تاني ان انت انتاجك هيزيد من انتاج الدول اللي حتى المجاوره كمان. صحيح. لان انت اصبحت انت ايه، بديل كندا زي ما هم كانوا بياخدوا نسبه مننا، لا لا، احنا هناخد نسبه من بقيه الدول. بالاضافه اللي برضو زي ما قال استاذنا الفاضل بتاع غرفه الذهب، انت عندك عماله مدربه اللي هي الحاجات اليدويه، بس هنا انت كمان في مدرسه، في امكانيات، في انفراستراكشر في هذا المجال. نعم. اللي هي الماكينات التصنيع، يعني ما يطلق عليها الان بي سي، اللي هي تدي تشكيلات مختلفه، اي تشكيل انت عايزه حط التصميم على الرسمه هيجي لك. كمان دلوقتي بالتقنيات بالتواصل وبالذكاء الاصطناعي الموجود، انا مش محتاج بقى واحد من انجلترا يجيني هنا، او من المانيا، او من ايطاليا، ده هو ممكن وهو قاعد هناك يبعت لي الرسمه اللي هو عايزها. صحيح. وانت هتنفذها هنا. فمدينه الذهب
ده يعني اقول حل مثالي زيه في بقيه الاتجاهات، وده اتجاه عام للدوله زي روبيكي، زي دمياط للاساس، زي مدينه السيارات، زي كذا زي كذا. فده اتجاه عام لحلول الحل المشاكل. نعم. باقي نقطه اخيره اللي هو اتكلم فيها اللي هي خلي القائمين يكونوا فاهمين في المجال، يعني ما تحطيليش موظف يتحكم فيا وهو ما عندوش فكره عن ايه المشاكل المجال. فلازم الناس دي يبقى في ثقافه مجتمع او ثقافه الموظفين اللي هم هيبقوا يشرفوا على الكلام ده، ولازم يكونوا فاهمين. نعم. اخر حاجه هتكلم فيها اللي هي مشكله بتواجه بالذهب، اللي هو عمليه اللي هو اللي بينقبه تنقيب فردي. فده محتاج تغيير ثقافه في الصعيد بالذات، لانهم بيعتبروها لقيه، ان هو لقى حاجه دي حملكه انها مش بتاعه الدوله. فدي للاسف ثقافه، وانا شفتها في الجنوب، فدي ثقافه موجوده محتاجين نغيرها. لا تعال هنشغلك في المصنع بدل ما انت بتعمل حاجه ضد القانون. تمام. لان هو حاسس ان دي مش حرام ولا عيب ولا كده. صحيح. ده حاسس ان دي يعني حقه. فمحتاجين نغير ثقافه المجتمع في الجنوب في هذا الاتجاه ايضا. تمام. طيب احنا هنروح لفاصل معلوماتي وبعده بنرجع بنواصل الحوار في هذه الحلقه، ابقوا معنا. برحب بحضراتكم مرة تانية وبنواصل حوارنا مع ضيفنا دكتور طلعت محمد ميز، أستاذ فيزياء المواد بكلية العلوم بجامعة طنطا. لما بنتكلم عن الاستثمار بقى في قطاع التعدين بشكل عام، إيه هي عوامل جذب كبرى الشركات العالمية سواء اللي بتنقب عن الذهب أو المعادن النفيسة أو اللي ممكن تستثمر بشكل آخر غير التنقيب؟ الحقيقة دلوقتي في مصر نتيجة ان بقى عندنا اللي هي هيئة الفضاء المصرية للاستشعار عن بعد. فالنهاردة انت بدأت تستغل، بتحط خريطة تعدينية لمصر كلها. نعم. فمن خلال الهيئة دي ومن خلال الاستشعار عن بعد، فانت بقيت تعمل ايه الاماكن فيها ايه، المكان ده فيه ايه، بحيث انك توجه الناس صح. اللي هيجي يستكشف هيجي عنده في احتمالات كبيرة للنجاح، مش بروح اوديه عشوائي في مكان وكده. صحيح. زي بالظبط ما هم عملوا دراسه سيزميه للبحر الاحمر عشان مثلا البترول وخلافه. نعم. المناطق اللي فيها غاز، المناطق اللي فيها بترول، فدي بتدي الاحتمالات الاكبر فين، بحيث ان هو اللي هيجي ده فلوسه هيبقى ضامن انها مش هتروح على الارض، لانه بيدفع مثلا على حسب الاتفاق بيدفع مبلغ معين في الاول وبعدين يرجع عمليه الاستكشاف اذا كانت هتتم ولا لا. فكونك انت النهارده مصر بقت بتطلع الاقمار الصناعيه الخاصه بيها وجزء منها تصنيع مصري، وهذه بتعمل استشعار عن بعد، استشعار عن بعد، يبقى انت عملت خريطه تعدينيه. الميزه الثانيه اللي هي موجوده وان كان البعض استغلها، ولكن البعض مش بيستغلها الاستغلال الامثل، اللي هي وجود رسائل علميه في كل جامعات مصر عن التعدين. ودي محتاجين نوصي فيها. وعلى سبيل المثال منجم السكري استعان عندنا بقسم الجيولوجيا في جامعه طنطا انه عمل له دراسات على نسبه الخام قد ايه والطرق الامثل للتعامل معاها و و و. فهتلاقي كل رسائل الماجستير والدكتوراه مثلا في ماتيريال ساينس وفي الجيولوجيا مغطية جزء من مصر. فالمفروض ان احنا يعني ده نقول ان هو يعني اقتراح او ان يبقى في داتابيز كامله، او تدخل، انا عارف ان بيبنوا دلوقتي داتابيز عن كل المعادن في مصر وكده. صحيح. بس كمان دخلوا بقى كل الرسائل الموجوده في كل الجامعات، وعندنا كمان مركز الفلزات اللي هو في التبين، ودول يعني R&D، دول ريسيرش وتطوير، بحث وتطوير. نعم. فدول كمان مستفيد من الامكانيات ومن الرسائل اللي طالعه من عندهم،
من الشغل، لان هم بيعملوا بروتوتايب اللي هو ممكن يتطبق على طول. يعني هم وسيط بعد الدراسات في الجامعه، هم وسيط ما بين الصناعه وما بين نقدر نقول ما بين الصناعه وما بين الجامعه. طيب فدي كلها ميزات موجوده، ان انت عندك ناس تقدر تستعين بيهم كشركات، هتلاقي متخصصين وناس يعني امكانياتهم عاليه في المجال اللي انت عايزه، اي نوع من مجال التعدين هتلاقي في حد متخصص ودارس المنطقه اللي انت رايح فيها. فلو انت المشكله بقى انك ازاي توصل ده لده. صحيح. فده دور الداتا بيز اللي تبقى موجوده بحيث نوصل الاثنين لبعض. طيب احنا معانا على التليفون دكتور خالد رحومه، استاذ الاقتصاد بكليه التجاره جامعه دمنهور، بنرحب بك يا دكتور. اهلا بحضرتك يا فندم استاذ المشاهدين. يعني يمكن مع الازمات الاقتصاديه العالميه المتعاقبه والحاليه بيبرز أهمية يعني التركيز في صناعة الذهب والتصدير إلى الخارج لصالح الاقتصاد المصري. شايف قطاع الثروة المعدنية في مصر ممكن أنه يساهم في الدخل القومي إزاي؟ بداية يا فندم، هو من مارس 23 مناجم الذهب في مصر اتنقلت نقلة نوعية، وقدرت أنها تشكل جزء كبير من إجمالي الناتج القومي للدولة المصرية. الذهب بشكل عام يا فندم كمكون من مكونات الاحتياطي الاستراتيجي بيخف الضغط على العملات اللي احنا بنعتمد عليها بدرجه كبيره كاحتياطي، وبالتالي بيقلل التذبذب اللي بيحصل نتيجه التغير في اسواق العملات العالميه. مناجم الذهب في مصر طبعا واللي تم انجازه في منجم ايقاف للذهب باحتياطي 1.2 مليون اوقيه، والمعملين اللي في مرسى علم للاختبار الشامل لفحص الذهب وتوطين انشطه التعدين والمناجم الاخرى الاقتصاديه دي كلها، خلت المناخ الاستثماري في المجال التعديني والاستثمار في صناعه الذهب يشهد نجاح مذهل الفتره السابقه. منجم ايقاف بحوالي 1.2 مليون اوقيه من الذهب ونسبه استخلاص حوالي 95%، يعتبر من اعلى نسب الاستخلاص في العالم بحاله. بلا شك طبعا زي ما قلت لحضرتك ان الضغط على الهيكل الاحتياطي بمكون من العملات الاجنبيه بيسبب حاله من حالات عدم الاستقرار. التحول لصناعه الذهب بيضفي قدر كبير جدا من الاستقرار الاقتصادي الخارجي، وبيحد من تذبذب القيم الخارجيه للعمله المصريه. نعم تمام. طيب لو بصينا على تجارب الدول الاخرى يمكن اللي سبقتنا في مجال صناعة الذهب وتصديره، هل هناك نماذج معينة ممكن نشير إليها ناخد بأسباب هذا النجاح؟ في دول في أفريقيا عديدة شهدت برضو طفرة في النشاط التعديني، ولكن ممكن يكون عندنا الميزة النسبية في مصر بسبب الموقع الجغرافي المتميز، إنها بتقع طبعا بين القارات الثلاثة بقناة اتصال أو محور تجارة استراتيجية مهم جدا، ده بيدي لمصر الميزه على انها تكون مصدر عالمي في مجال الانشطه التعدينيه بشكل عام. وبيأكد الكلام ده طبعا يعني في استثمارات بحوالي 13 مليون طن من المنتجات والخدمات التعدينيه خلال فتره 23، والصادرات من الخامات اللي هي المنجميه لمصر حوالي 2.3 مليون طن. كل ده بلا شك طبعا بيساهم بدرجه كبيره في التجاره الخارجيه، وبيزود المزايا النسبيه لمصر في مجال صناعه الذهب والانشطه التعدينيه بشكل عام. تمام. طيب اليات زياده المردود الاقتصادي لاستخراج وصناعه الذهب؟ يعني الاليات طبعا بتتشكل في اننا ندخل في مجال تشكيل المعدن النفيس وصناعه الحلي، وده احنا ممكن يكون يعني عندنا من النماذج والاستراتيجيات اللي بتساعد بدرجه كبيره جدا فإننا نكون مصنع عالمي للحلي اللي هي المنتجات اللي بتطلع من الثروه المعدنيه في مجال الذهب، ويخلي القيمه المضافه اكبر. يعني انا لما بصدر خام حضرتك عارف كده، لما بصدر منتج نهائي قابل للاستخدام، ده نقوله في اي نشاط من الانشطه الانتاجيه، اي يعني القطن مثلا لو انا هصدره خام غير لما اصدره صوره ملابس جاهزه. كل القيمه المضافه ما زادت، كل ما المردود على الاقتصاد المصري كان افضل وكان اعلى وكان في قيمة أكبر للثروة المصرية.
طيب شايف ازاي التعديلات الاخيره في قانون الثروه المعدنيه اخذت في حسبانها المستجدات في هذه الصناعه، سواء في تغيير النظم الماليه، اسلوب الطرح، المناقصات، فصل نشاط البحث عن الذهب عن نشاط الاستغلال؟ يمكن كان قبل كده كان في عزوف لشركات كبرى عن التنقيب بسبب نظام اقتصام الانتاج اللي كان معمول به في الماضي. التعديلات دي غيرت من هذه العقبات ازاي؟ التعديلات بتحد من المشاكل المرتبطه بالروتين والبيروقراطيه والمشاكل المرتبطه باجراءات تجاره الذهب عالميا، ومرتبطه ايضا بانشطه الاستخراج والفصل بينها وبين انشطه تشكيل الحليه الكريمه والبيع. كل ده بيحد بدرجه كبيره من المشكلات اللي بتخلي الاستثمار الاجنبي او الاستثمار المحلي ينقص. يعني التعديلات والمزايا التشريعيه الجديده بتساهم بدرجه كبيره في جذب الاستثمار. اعتقد ان المعوق الرئيسي لجذب الاستثمار هو التذبذب في سوق العملات الاجنبيه نتيجه اعمال المضاربه، واعتقد ان هيحد منها برضو التوجه لسوق الذهب والتركيز عليه الفتره القادمه. نعم، بشكرك دكتور خالد رحومه استاذ الاقتصاد بكليه التجاره جامعه دمنهور. برجع لك تاني، وهل ليك اي تعليق يا دكتور او تعقيب على هذه المداخله؟ في بس بالاضافه اللي ذكره الدكتور من ناحيه التصنيع الحالي، في عندنا جزئيه ثانيه تقدر تضاعف لنا الدخل بتاع الذهب، يعني بمعنى ان لنفس الجرامات يعني كنا بنسمع او الناس كلها سمعت اكيد يعني الدكتور مصطفى السيد اللي هو علاج الكانسر بالذهب وكده. فانت الذهب بحد ذاته لو انت بقى صنعته بعد ما جبته عيار 24، لو انت صنعته في صوره النانو ماتيريال فهو هيتضاعف 8 و10 مرات، وشركات الادويه وهيستخدم في كدواء ويستخدم في مجال خطير جدا علاج الكانسر وكده، فممكن تبقى انت مصدر لهذا العلاج لدول العالم كلها. صحيح. وهنا هيتضاعف القيمه المضافه هتبقى اعلى بكتير. يعني لو بنتكلم على اضعاف، لا ده هيبقى 10 اضعاف، يعني بدل جرام ب3 و4 دلوقتي اضرب في 10 يعني في فانت كانك هتبيع الجرام ب ممكن ب40,000 او ب50,000 لنفس الكميه، هتتضاعف 10 مرات، ومش عمليه صعبه قوي عمليه ان احنا نخليه في صوره النانو. ده متاح للكيميائيين والفيزيائيين ان هم يقدروا ايه ينفذوه لنا. تمام، فدي برضو نقدر نضيفه كمقترح. حضرتك يعني اشرت لنقطه ان هو بيعالج الكانسر. الكانسر. وده كان الحقيقه اكتشاف الدكتور يعني مصطفى السيد بالظبط. وشد العالم كله. لو هنخرج شويه من اطار الموضوع في عجاله، يعني نشرح للمشاهدين ازاي الذهب ممكن يعالج الكانسر. هو الحقيقه في الماده في صوره النانو بتقدر بيخلوه الجسيء بتاع الذهب ده صغير جدا لدرجه ان يبقى حجمه اقل من حجم الخليه بتاعه الانسان، الخليه بتاعه الانسان. والجزيء ده اهو في كل بروتين في الجسم في حاجه الانتي بتاعه، الانتي بروتين، وزي ما بنقول الايه الحاجات المتشابهه بتتنافر والمختلفه بتتجاذب. فبيصنعوا الانتي بروتين بتاع الخلايا اللي هي مصابه بالكانسر ده من خلال البيض، والبيولوجين بيقدروا يعملوه بطريقه بسيطه يعني مش صعبه قوي، فبيحمل عليه الذهب ده. فالانتي بتاع الكانسر بيروح يلزق فيه، بيروح يلزق في الخليه اللي هي مريضه. طيب الخليه المريضه ديت والانتي بقى موجود عليها، عليها ايه بقى؟ عليها جزيء صغير بتاع الذهب. طيب الفكره ايه ببساطه؟ لو هندي فكره بسيطه، لو انا معايا معلقه خشب ومعلقه معدن وحطيت الاثنين على النار، انهي ايدي اللي بتتلسع؟ بتاعت الخشب ولا المعدن؟ المعدن. المعدن بالظبط، هي دي الفكره. فبعد ما يحقنوا في الجسم فبيروح كل خلايا الذهب دي تروح على الخلايا الكانسر. بس بعد كده بيشعها بانفراريد. انفراريد اللي هي انت الصبح والشمس ضعيفة قوي تلاقيك وانت قاعد فيها دافيان. صحيح. ده عشان الانفراريد، لان هي دي اللي بتسخن او هي دي اللي بتدفي، وبالتالي بيعالج بيعمل ايه حضرتك؟ بيقتل هذه الخلايا المصابه من خلال الانفراريد. احنا اللي بترتفع درجه حراره 39 ولا 40 فانت بيوصلها 42 درجه مئويه. الذهب بيوصل الذهب بيسخن وبالتالي بيقتل هذه الخلايا. فكانه عمل علاج بالكي. صحيح. فيقتل الخليه فالخليه تموت. فدي كانت دي الفكره. يعني نفخر ان اكتشاف لعلم مصري كمان يعني. هو طبعا الحاجه ام الاختراع، لان زوجته كانت مريضه وابنه طبيب وهو كيميائي
مصري فيعني نوع من الوفاء، ودي حاجة جميلة في الشعب المصري. طبعاً طبعاً أنا يعني سعدت بلقائك جداً وشرفتنا النهاردة في واجهة استحافة. بشكرك دكتور طلعت محمد ميز أستاذ فيزياء المواد بكلية العلوم جامعة طنطا، شكراً جزيلاً. شكراً لحضرتك وشكراً للسادة المشاهدين جميعاً. مشاهدينا انتهت هذه الحلقة، بشكركم على حسن المتابعة، إلى اللقاء الأسبوع المقبل وحلقة جديدة من واجهة استحافة.